شو عم تعلمهم؟ عم علمهم الصلاة. قال رسولنا الكريم: الصلاة هي عماد الدين، وهي ركن أساسي من أركان الإسلام، تقربك من الله عز وجل. جاوبوني يا أولادي، صلاة الفجر كم ركعة فيها؟ ركعتين شيخي. صح ركعتين، بس لحتى نصلي الركعتين بخشوع في شغلات كتيرة لازم نكون منعرفها. وينو جابر؟ كالعادة ما إجا. أحسنتي. وإنت شو عم تعلمهم؟ حياة الصحابة. حكيت لهم عن سيدنا زيد بن حارث. كم ركعة صلاة الظهر؟ أربع ركعة. زيد بن حارث هو كان عبد والرسول الكريم حرره، ومن بعده انتهت العبودية. الله أمرنا نحرر كل العبيد. بقيت رابعة عبدة لسنوات في بيت بشير بن حاكم، وتعرضت للتعذيب باستمرار من قبل زوجات بشير وبناته الظالمات. كانت تحتمل دون شكوى وتسلحت بالصبر. كانت تذكر ربها وتتعبده في الصباح وفي المساء. الله عز وجل رحمته واسعة، بتضل يوم القيامة رحمة رب العالمين أوسع من كل شيء. كون معه واحميها لهالبنت. عندك مانع حابب ساعد؟ Thank you.
بعدهم بكمل لحال. بتعرفي يا رابعة، من لما اجيتي على بغداد اخدتي لي عقلي وما قدرت شيلك من راسي. من وقت شفتك بسوق العبيد حسيت انك مختلفة ومتميزة عن كل البنات يلي حواليك. اسف ما عرفتك بنفسي، انا اسمي حسن وبينادولي حسن البصري. انا مدرس دين ببغداد، بدرس الطلاب القراءة وبعلمهم كل شي عن ديننا الحنيف وحتى قراءة القرآن. انا كنت بهذاك اليوم كنت بدي اخذك من سوق العبيد، يعني مشان احررك، بس أنا فقير. جمعت هالمصاري مشانك، خديون وحرري حالك. الله يرزقك ويوفقك. مبين إنك شخص معدن وأصيل لأنك عم بتعلم أولادنا. استخدم هالمصاري اللي جمعتهم لتعلم الأولاد. أكيد عندك طلاب محتاجين، أعطيهم ياهن. وإن شاء الله رح يجي يوم الله عز وجل يحررني، لأنه هلأ عم يختبر صبري وقوتي، ولحتى أنجح بهذا الاختبار لازم أصبر. ما بعد الضيق إلا الفرج. رابعة، إذا كان الإنسان بحب سيدنا رسول الله، الله رح يختبره بالفقر والجوع، وإذا كان بحب رب العالمين فالله رح يختبره بالمصائب. بعرف لازم كون صبورة مثل سيدنا يعقوب ومثل سيدنا يوسف. لمشاهدة المزيد من الحلقات لا تنسى الاشتراك بقناتنا وتفعيل زر الجرس.